وصفتي لقلكن اليوم هي وصفة حلو كتير طيبة، ومثل ما شفتوا بالفيديو هي كيك الليمون أكيد كيتو. تعالوا تنحضرها سوا. بالفود بروسيسر أو بمطحنة الطعام رح حط كوب واحد من الجبنة الكريمية كريم تشيز، انتو بتنقوا البراند يلي بتحبوها، وفوقها حطيت لهم نص كباية أو ثلاث ربع الكباية من السكر حسب انتو قدي بتحبوا الحلاوة، مع ست ملاعق زبدة بحرارة الغرفة. طحنتهم تساروا كلهم كريمة، وبعد ما تجانسوا كلهم مع بعض رح ضيف فوقهم باقي المواد. رح زيد ملعقة كبيرة من برش الليمون، والأفضل إنه نبرشهم بطريقة خشنة لأنه بيصيروا بيدوبوا بيصيروا عصير. رح ضيف كمان ربع كوب من عصير الليمون، كوبين ونص من طحين اللوز. فوق طحين اللوز رح زيد ملعقتين صغار من البيكنج باودر ونص كوب من طحين جوز الهند. رح اخفقهم مع بعضهم مع المواد يلي حطيتهم بالاول يلي هن سكر زبدة والجبنة الكريمية كرمال يمسكوا شوي بعضهم، وبعدين رح افتحها ورح حط بقلبها المكون الاخير واللي هو البيض. حطيت ست بيضات. ما تخافوا اذا حسيتوا انه هيدي الكمية كبيرة، هي بتعمل قالب كبير من الكيك. رح كمان اخفقهم وتدريجيا رح ينزل الفوليوم تبع العجينة وياخدوا كلهم بعضهم. تحضير الخلطة اخد حرفيا 3 دقايق بين جيب الغراض وحطهم بالفود بروسيسور. هلأ بدي حطهم بالقالب، بس اول شي قبل ما بلش بتحضير الكيك بدي يكون عم بحمل الفرن على حرارة 170 درجة. رح صب الخليط بقلب القالب، فيكن تدهنوه بالزبدة وفيكن تحطوا ورق زبدة يلي هو بيمنع انه الكيك يلزق. اذا عم بتحبوا الوصفات يلي عم شارككن اياها خصوص الديزرت بلا سكر، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس تيوصلكن كل مرة بنزل فيديو جديد. رح دخل القالب على الفرن ورح اترك الخليط يستوي بين مدة 45 ل 60 دقيقة. باخر الوقت بس شوفوا انه احمر من فوق بدي شك سكين او كوردان او توث بيك كرمال اعرف انه استوى على المزبوط. مثل ما شفتوا الكيك طلع كتير حلو محمر من برا وطري من جوا بس مستوي. هلا رح نعمل الجليزنج او طبقة الكريم اللي رح نحطها على الوجه، واللي هي عبارة عن عصير الحامض، سكر بودرة، شوية زبدة. بس أنا هون ما صورت لكم الخطوة يلي زدت فيها الكريم تشيز، خلطتهم بالبلندر كرمال يطلعوا ما فيهم ولا أي شوائب. رح زيدها هلأ على الكيك، شوفوا المنظر ما أحلى والطعمة عن جد ولا أطيب. ما تنسوا كمان تعملوا لايك وتبعتوا شير لهيدا الفيديو لحدا بحب الكيك. جربوا الوصفة واعطوني رأيكم. صحتين وهنا.